انت جيتي بدري ولا ايه؟ هو انا جيت بدري مش عاجب، جيت واخري مش عاجب، المهم اني جيت وخلاص. هي دي صدفه يا شيرين. اسمعي صدفه، انا عايزاكي تحطي فريده هانم في عينيكي. عيني هي اسمها فريده هانم؟ وهي فعلا هانم، بنت بشوات، اصل وتربيه واتيكيت وذوق. انت زوق. منحول ابو الجهل اللي خلاكم حمير بشهادات. طب ليه الغلط ده بس يا فريده؟ انت تخلص وتردش عليا، بقالي ساعه مستنياك تجيب لي تاكسي، اتجننت؟ ايه ده؟ انا اسف. فريده هانم وحضرتك خارجه؟ مين؟ انا شيرين. هو رجب ما قالكيش؟ ما دي شيرين هانم اللي جابت لحضرتك الشغاله. ابو هو الحقيقه مش انا اللي جايباها، دي ليلى. ليلى مين؟ انا ليلى اللي معاكم في الجروب بتاع الدكتوره منال. وانا صدفه. ايه دي معانا في الجروب انت كمان؟ لا دي صدفه، البنت اللي هتشتغل بس ابقى عادي معاكم في الجروب. لمده؟ لا والله، ده انا ضمناها برقبتي، ذكيه ونضيفه وشاطره وشهله وخفيفه رشيقه، ريشه كده هتجري في البيت. لا وكمان مؤدبه وخجوله وقللت الكلام. انت مش قللت الكلام خالص. يلا يا رجب يلا. طب والصدفه؟ انا النهارده ثانويه ماما، لازم اروح، مش هتاخر، استنوني. يا ساعه ساعه يلا وبالراحه. دي قمر قمر، ده انا والنبي افتكرتها خواجايه. خواجايه ايه؟ دي ست في منتهى الجلياطه وقله الذوق. انا مش فاهمه يا شيرين، الست دي صعبانه عليك ازاي؟ دي جبروت. يف يو مربي فيها كتاكيت ياكي يو. ايه الولاد؟ اقفل، مش قلت لك تجيب لي حاجه نظيفه؟ والله العظيم نضيف وزي الفل. اف شايفه ده فريده، اسمحي لي اوصلك. عندك عربية؟ ايوه عربيتي نظيفة وبغسلها وريحتها تعجبك قوي. فين العربية؟ هي اتفضلي اهي. اتفضلي وديني وديني. ماما انا رجعت لك الشابو بتاعك بتاع برشيد باردو، يا رب تكوني بقى مرتاحة دلوقتي. هو مين منبول لمن ده؟ منبو دي يعني امها بس بالفرنساوي. امها؟ بقول لك ايه يا شيرين؟ ايه؟ هي البتاع الخوص اللي ماسكاها مدام فريده دي مش شكلها غريب شويه؟ مش شكلها غريب، بس صدقي مش غريبه عليا، انا حاسه اني شفتها قبل كده. استني كده وانا اعرف لك شفتها فين. هاتي عنك يا صدفه، انا هنشفها. لا ما يصحش. سيبيهم بس وصبني انت البوتاجاز. ماشي. الا بقول لك ايه يا ست ليلى؟ هي الست فريده دي قاعده ترطم كده لغوه، انا مش فاهمه هي بتقول ايه، وده تركي ده ولا ده ايه؟ لا دي عندها عرق فرنساوي. فرنساوي ما شاء الله. اوعي بقى تعصبيها على حسن العرق ده يطلع عليكي. لا حاضر. وخدي بالك يا صدفه، إيه؟ مدام فريده، قصدي فريده هانم، منظمه جدا، بتحب كل حاجه في مكانها، اوعي تحركي حاجه من مكانها. حاضر عيني. وشوفي بقى، في حاجه مهمه عايزه اقول لك عليها. خير. اهم حاجه في البيت ده انك تبلعي. أبلبع؟ أبلبع إيه؟ تبلعي يا صدفة، يعني تبلعي كل حاجة وأي حاجة تحصل لك. اتعصبت عليكي تبلعي، هبت فيكي ابلعي، شطتك ابلعي، اديتك بالبنية في وشك في وشي تبلعي. ما تقلقيش ما تقلقيش يا ست ليلى، احنا متعودين على البلع، أمال كل ده إيه؟ ده بلع كله. وفي حاجة كمان مهمة، موضوع مدام فريده ده اوعي تقوليه، اسمها فريده هانم، ديدي هانم، فرفوره هانم كده. لا بصي بقول لك ايه، انا لا هقول لها لا فرفوره هانم ولا اموره هانم، انا هخلي البساط احمدي كده بيني وبيناتها وهقول لها يما. ليه بقى؟ لان هي سمحه وبتفكرني بالبعيده الله يرحمها امي، فانا هقول لها يما عشان الناس الكبار دولت لما تاخدي مناتهم دعوه كده تحس ان ربنا بارك لك في صحتك وعافيتك. انا هقول لها يما يما يما. لا 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 صدفه ارجوكي انسي موضوع البعيد امك خالص، وبعدين بذمتك بذمتك الست اللي جوه دي منظر امك ده انا وانت نخلفها. بقول لك ايه؟ ايه؟ اسمعي كلامي، اسمها فريده هانم، فريده هانم. حاضر فريده هانم. حاضر. شطوره، واهم حاجه انك ايه؟ ابلع. شطره. تقلقيش. يلا بقى نروح نشوف باقي البيت. يلا حاضر. طب ليه ما نروحش للراجل بتاع صاله المزاده اللي جبتيها منه ونساله؟ عوني هيعمل ايه يعني؟ نعرف منه بس هو جابها منين. عوني لو عرف قيمتها مش هيديها لي. بقول لكم ايه، ما تقوموا بقى تقعدوا في حته تانية عشان صدفه تنضف هنا. ما تنضف في اي حته، ما البيت طويل عريض قدامها.
بس كده الليل هيبقى ليل وانا كده هتأخر. صدفة صدفة. خشي يا حبيبتي نظفي المطبخ تاني. كان المطبخ ما انا لسه منظفاه وانت شايفاه. صدفة. مختار؟ لا انا مش مختار، بس لو عايزاني ابقى مختار هبقى مختار برضو. انت تأمري يا جميل. انت قليل الادب قوي قوي. انت ايه يا ست؟ انت مش عارفه تطلبي نمر تليفون؟ ليه بس؟ والله العظيم ما انا بعمل اللي بتقولي لي عليه بالحرف اهو. ها. نعملها تاني. هروح على الدايره اللي فيها الواد ابو قميص رمادي. صح. ادوس عليها خلاص هيطلع لي اول اسم اهو الدكتور مختار. اطلبهولك واديهولك يا رب المره دي. اهو اتفضلي. الو بونجور ديدي. زي ست ازيك حبيبتي؟ لا انا كان بقالي كتير قوي ما سالتش عليكي. اخبارك ايه؟ وازاي يا محمود؟ مات؟ الله يرحمه الله يرحمه يا حبيبتي. انا اسفه قوي. البقيه في حياتك حبيبتي، البقيه في حياتك. انا اسفه ما كنتش عارفه خالص. اكيد اكيد هنشوف بعض ضروري ضروري يا حبيبتي. اوكي خدي بالك. باي باي. مين اللي مات؟ انت مالك مين اللي مات يا رب تموتي؟ انا اموت؟ ايوه. ايه زيزات دي هات اللي انت اديتيها لي؟ ما بطقهاش وهي ما بتطقنيش. وانا مهما انا بس ما توصلش انك تدعي عليا. ما انا بعمل اللي انت بتقوله لي. حد قال لك تعملي لي تليفونك هيروغليفي؟ هعمل ايه يعني؟ بس الراديو اتفتح مش هيتقفل. ايوه بس بردك وقعدت تضربيني وتعديني طول المكالمه. انا ضربتك انا وعضيتك انا. انا جيت ناحيه انا مش لاقياك. وانا ماليش اهل ولا ايه؟ مش كفايه ان انا شايلاكي طول العمر اللي بينا دوت؟ ايه طول العمر؟ انا بقالي يومين بس اللي عارفاكي. طول العمر ده ايه؟ يومين بسنين بينا. بسنين؟ صباح الخير. صباح الخير. بصي بقى مش عاجبك امشي خلاص. انا مش عايزاك. انت كمان بتطرديني؟ طب والله العظيم ما انا ماشيه وانا قاعده لك في البيت ده ولا ثانيه. هو انت فاكراني خلاص رخيصه؟ لا ده انا عندي كرامه وكرامه. وانا اللي قلت ده لسه صغير وهيسد علينا احنا الاثنين. شحر بدري وسلم نمر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الضحك ده شكله مش بريء. انا فاتني كتير الضحك. قوي قوي قوي. لولو بتشربي؟ بشرب. الكاس الكام؟ التالت. برافو. فتحتي على الرابع يعني. ديدي هو طبق الجبن عملتهولك. ميرسي يا حبيبتي. ايه ده امال فين العيش؟ صدفه هتجيبه. يا صدفه هاتي العيش انا ما بعرفش اكل حاف. ما انا جايه اهو. لو صبر القاتل لازم زعق وخلاص. صوتكوا عالي قوي قوي قوي. قمرتي كويس؟ قمرته وحمرته في الميكروويف. ايه بتحمري فراخ؟ مش انا قلتلك تقمريه على البوتاجاز كده هيقدد. والمصحف قلت لها وهي اللي صممت. شفتي؟ خلاص بقى يا صدفه. المهم دلوقتي تفتكروا طارق سابني عشان بشرب؟ طبعا. اخرسي. هو اساسا مش بيشرب؟ ايوه. خلاص ما يمكن كان عامل لها اختبار. يعني انا كده سقطت في الاختبار؟ طبعا. اخرسي. انت كده عرفتي ان انتوا الاثنين مش هتتفقوا. صح. ولا يمكن كان لازم اتقل عليه شويه. انا برضو غلطت ان انا رحت له المحل. انا حاسه ان انا اتسرعت في الخطوه دي. طبعا انت كمان رحت له المحل نهار اسود. انت تخرسي خالص. حاضر. كويس انك رحتي له المحل، عشان لو ما كنتيش رحتي له كنت هتأنبي نفسك وتقولي يا ريتني كنت رحت له. دلوقتي انت عرفتي وتأكدتي ان انتوا الاثنين مش هتنفعوا لبعض. ايوه صح عندك حق يا ديدي. انتوا عارفين؟ مامبير ومامير لما اتقابلوا زمان. مين دول؟ انت مالك انت مين دول؟ ابويا وامي. الله. مامبير ومامير لما اتجوزوا مامي دي كانت ست رقيقة وناعمة وجميلة وصوتها واطي زي كده بالظبط. طبعا وانا قلت طالعه من نسمه غصب عن عينك. بابا خان ماما مع واحدة
عكسها بشكل غير طبيعي، ملهاش علاقة بيها. رجالة صحيح، الرجالة كلهم زي بعض. تصدق هم الرجالة دول كلهم كده؟ أنا رخر أبويا اللي هو المنبر بتاعي، يعني جه في يوم راح مسك أمي وقال لها أمي يا حاجة هنعمل لك عملية اللوز. قلنا له يابا لوز إيه؟ ده الولية عندها 70 سنة. قال لا هو لازم كده. أتاريه واخدها يبيعها كليت. مونجو مونجو، نو 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 نو، صدفة صدفة. اقفلي بقى حقيبة ذكرياتك المؤلمة دي، حكمنتي أنا عارفاكي مش هتخلصي. امشي امشي، ما تفصلناش، احنا عاملين موت حلو. امشي بقى. ماشي، انا واخده بالي انكم عايزين تضحكوا. انا هروح وبكره احكي لكم بقى لما ابويا قطع لام البعيد الله يرحمها ودنها. امشي يلا يا حبيبي، نوم العوافي يا رب، تصبحي على الف خير. عايزه اي حاجه تاني؟ ما تقفليش النور. ليه؟ علشان مش عايزه الناس تفتكر ان انا نايمه، عايزاهم يفتكروا ان انا صح. طيب حاضر، اللي انت عايزاه. تصبحي على خير يا حبيبتي. لو في حاجه اندهيلي. صدفة صدفة صدفة. سامحة. لا لا لا، انا خاف لحسن يكون في حرامي يغزني. انا هروح عند هرجة. ايوه عند هرجة. ماشي. لا لا لا، ايه؟ خديني. تعال خديني. تعال تعال حبيبتي. يخرب بيت امك، يخرب بيت امك. الحق يا مدام فريده، صاحب العماره جاب كلب جديد. صدفه. نعم. عايزه روج السمار حالا. يلا يا صدفه، يلا يا حبيبتي. حاضر. هو بس، طب انهي هو ده اللي هو اللون البؤبؤي؟ يعني ايه بؤبؤي؟ مفيش حاجه اسمها بؤبؤي. اللي هو بؤبؤي وفحلوقي، تاخدي انهي واحد؟ وفي الوان كده؟ ايوه طبعا. لا انا عارفه، عارفه سمكه السلمون لونها ايه من جوه؟ هي دي. يا دي التعجيز يا رب. هو كمان في سمكه اسمها سلمون؟ لا انا ما اعرفهاش، انا ما اعرفش غير السمك البولج. بصي هاتي افتح حاجه عندك. حاضر. بصي انا عندي واحد كده لونه بصل، يمشي معاكي؟ هاتي. طيب. كويس قوي ماشي. وبعدين ما تقولي البرتقاني يعني. يا اختي انت كمان. ها كده حلو كده. ده تحفه تحفه، رسامه. اوعى تكون مش هلفطه وش. لا عيب، ده انا عينك بجد. والله هاتي هاتي حبيبتي، خدي هاتي. ده فيها روج؟ لا مفيش اي حاجه، زي الفل، شمس منوره بجد، تحفه. مين اللي جاب الدولاب ده هنا؟ لا دولاب ايه؟ دولاب صلي على النبي في قلبي، ده الزن. يا نهار اسود، يعني ايه زن؟ ده دراعي يعني. يا نهار اسود، انت لابسه كل الهدوم؟ لا والله ده انا مخففه، بس انا ايه عقبال املتك كده مقلوظه شويه. يعني كل ده لحمه؟ شحم ولحم. انت بس سيبي لي نفسك وانا هخليك ايه، بطايه. لا لا، هنا مفيش طبيخ، هنا مفيش اكل، ولا زبده ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه من دي. اوعي تقول لي كمان ولا محشي؟ ولا محشي، بالذات المحشي، ولا محشي. حاضر حاضر. وبعدين انت فين اليونيفورم؟ الراجل ما خلصش اليونيفورم؟ ده كان جوه، كنت داخله البسه بس انت ندحتيه. انت تصحي من النوم تلبسي اليونيفورم. حاضر. يلا حاضر. يلا غوري. حاضر غوري. حاضر حاضر. كل ده زند زند. يا مامي يا مامي، ايه يا زفته، في ايه؟ مالك بتخبطي كده ليه؟ خشي. ايه الخبط ده؟ دي طريقه بتحيني بيها؟ صباح الخير يا ديدي، انا شيرين. في حاجه شيرين؟ حصل حاجه؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. انت صاحيه متاخره كده ليه النهارده؟ شكلك شربتي امبارح بعد ما سبناكي. لا ما هو انا ما بعرفش انام غير لما اخد المنوم بتاعي، ما
من ساعة الحادثة. طيب يا حبيبتي أنا كنت جاية عشان أقولك وراكي إيه النهاردة؟ رأي إيه النهاردة؟ يا صدفة! أيوة! قولي لها ورانا إيه؟ بروجرامنا إيه النهاردة؟ آه ما أقولكيش بقى على البروجرام بتاعنا، حاجة قمة في التجديد. هنخرج بقى من الأوضة الجميلة دي عشان نروح للصالة اللي عمرنا ما شفناه، عشان لما تدق الساعة 3 بالظبط نشوف الحلقة الفرنسية. وآه على الجمال والكوميديا، جميلة. طيب ايه رايك تروحي حفله النهارده بالليل؟ يا ريت والنبي، انا نفسي اروح حفله. ايوه والنبي خدني معاك الحفله. انت يا زفت مين قالك ان انا هاخدك معايا حفله حتى لو رحت انا الحفله؟ ليه بس انت لازم تخرجي من البيت ده؟ خلاص الهوا كمكم علينا. لا هروح زفت ولا حفله ولا نيله، انا مش عايزه حد يشوفني كده خالص. حتى لو كانت الحفله دي لادم؟ ادم انت جايه تعفرتيني بقى على الصبح ولا ايه؟ لا والله، بس انا متاكده انك هتتبسطي قوي لو حضرتي له. طب بذمتك هو مصعبش عليكي لما جالك وطردتيه؟ لا لا مصعبش عليا، محدش يعرف ايه اللي حصل بيني وبين ادم، ومش عايزه حد يجيب لي سيره ادم. وانت يا زفته ما تدخليش على اي حد من غير ما تقولي لي. حد من دي صاحبتي يا همجيه دي؟ انت همجيه؟ لا انا اسفه والله. تعالي يا زفته تعالي. نعم. لابسه اليونيفورم؟ ايوه. كويس، بس بقول لك البتاع ده خانقني، ما تخليني احط عليه جلابيه ابقى مرتاحه. بنضفك يا بلدوكس بنضفك. شوفي يا ست ليلى، كملي مع جوزك وخلفي، وبعد كده ربك يحلها من عنده. شيرين انا بتاعت صعبانيات. الصراحه اه يا ليلى وصعبانيات اوفر. لا للصعبانيات، لا للصعبانيات. وبعدين هو مش عاوز يخلف. لا يعوز ولا ما يعوز، ده بقى كان زمان. انما الراجل يا ست شيرين اول ما مراته تقفشه وهو متجوز عليها بيبقى قدم نفسه ليها كبش فدا. ليه؟ لانها في اللحظه دي بتبقى خلاص ركبت ودلدلت وكسرت عينه وعلمت عليه في وشه. فتقوم النصح بقى تعمل ايه؟ مش تمشي بقى وتسيبه للتانيه، لا دي تركب وتدلدل رجليها وتأمر وتتأمر وتتشرط. واللي ما كانش بيعوزه يعوزه غصب عنه، واللي ما كانش بيوافق عليه هيوافق من غير ما يفتح بقى. راديو اتفتح وما تقفلش تاني. اسكتي واخرسي شوية خلينا نعرف نتكلم. يعني انت يا صدفة عايزاني اعمل ايه؟ اخلف منه بالعافية وهو مش عاوز؟ مين قالك انه مش عايز؟ ده بكرة بس اول ما تخلفي ويمسك النونو كده بين ايديها هتلاقي عرق الحنية فط ونط في قلبه ونسي كل الزعل. وانت كمان والله العظيم اول ما تاخد ابنك في حضنك كده هتنسي الاستاذ حازم واللي جاب الاستاذ حازم واللي خلفه الاستاذ حازم. اخرسي شوية بقولك، عايزة اتكلم. راديو برابانت واتفتح. تمام، عموما انا خلصت كلامي، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. اسود عليها وعلى عيشتها. بصي هي لا تطاق ورغاية، إنما كل كلمة قالتها عندها حق فيها. بصراحة آه، الناس البسيطة دي بتجيب من الآخر. قالت لك الصعبانيات ما بتأكلش عيش. صح، لا للصعبانيات. تعالى. إن أنا صعبان علي نفسي وصالح أخوي. وبرضو عندها حق في كلمة لما الكدابة، أنا ممكن أزهق منكم وأقول لكم امشوا وتمشوا على طول. اخبارك ايه يا سيرتش كوين انتي؟ انا بقى اخباري ان نيفين اختي جايبالي عريس تاني. هي ايه بتشتغل خطبة؟ انا اعرف هي بتجيبهم منين. لا بقى، والمرة دي طورت التكنيك، هددتني ان انا لو ما روحتش قابلته هتيجي تقعد عندي. قال ايه؟ ما ينفعش اقعد لوحدي، يا اما انا اروح اقعد عندهم. هو انت يا شيرين بقالك قد ايه قاعدة لوحدك؟ 7 سنين من يوم ماما الله يرحمها متوفت. طب ايه الجديد؟ يعني هي بتخوفك؟ لا نيفين اختي تعملها. طب بقول لك ايه، ما تجربي كده هيجرى ايه وهيتسليكي وتونسك. تونسني وتسليني ايه؟ انا ونيفين اختي ما ينفعش نستوي في حله واحده. على راي ماما الله يرحمها ما كانت دايما بتقول، دي كانت بتجيبنا واحنا مقطعين شعر بعض. انا وهي ما بقيناش حلوين مع بعض غير بعد ما سابت البيت واتجوزت. واول مره احس انها حنينه وطيبه معايا لما طارق ده رفضني. حمار حبيبتي يا ديدي، ساعتها بقى قعدت تقول لي لا يا شيرين يا حبيبة قلبي ولا يهمك، عرسان ايه وزفت ايه، بلا جواز بلا نيلة، هما اتجوزوا دول خدوا ايه، خليكي كده انت ملكة نفسك. اول مرة اشوفها بالضعف ده. صدفة ايه جاك قوة؟ هاتي الشوكولات اللي جابها يحيى. حاضر اهي. فكي افتحي اهي، انت عايزة تشوفيها ولا؟ جميل. ايه ده؟ ايه الشوكولاته فين؟ دي كلها فاضيه.
ما اسكتي عن المصيبه اللي احنا فيها. النمل كلها. النمل ولا الوحش اللي عندي اللي اكلها؟ سيبيلي واحده يا مجنونه. لا على واحده يعني مقدور عليها. خدي والله كان نفسي في حاجه حلوه استغلاش عليك. هاتي هاتي اما اشوف المصيبه في النمل اللي احنا فيه ده. خد. اخد ايه؟ لا 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 انت مش عارفه دي كانت فين دي. لا 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 شكرا. خدي. حاضر. عسل عسل. مين؟ مين؟ سيبني سيبني يا صدفة يا صدفة يا صدفة. عشر بالليل تلاقي روح لقاها معلقه له الشبشب على البيت. الحقوني الحقوني فريده هانم بعتتنا اجيب لها الجل دوت اللي بتستحمى بيه. ومن ساعه ما جيت عماله رن عليها الجرس وهبت على الباب ما بتفتح. شكلها ماتت. ماتت ايه تفهم من بقك؟ ما يمكن نايمه. لا لا مش نايمه لانها لو نايمه كان زمانها صحت لان نومها خفيف. انا عماله اخبط عليها ما بتفتحش. دي ماتت. طب اجري ده راجع بيكسر الباب. انا اقدر اكسره ومسكه بس انا خفت اكسره احسن البسها لوحدي لما الاقيها ميته. قلت استنى حد يلبسها معايا. انت خلصي بقى. ماشي. جنبك بس لغايه ما تطمن. سيبوني. خليك انت صدفه معاها. مش عايزه صدفه ولا زفت. يلا بره. طلع من بيتي. معاكي رقم بره. اه معايا على الجروب الميد. اهلا 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 يا ديدي. اهلا. شفت يا يحيى؟ انا كنت هموت يا يحيى. ليه يا حبيبتي؟ كنت هموت. واحد اتهجم عليا وانا داخله الحمام وقعد يشد فيا. واحد اتنين حرامي ده ولا ايه؟ مش عارفه حرامي ولا ايه بس قعد يشد فيا وانا شد فيه. ايه الكلام ده؟ مفيش حاجه من دي حصلت. ده هي الروب بتاعها شبك في باب الحمام بس كده. روب ايه؟ هو انا هتخانق مع باب الحمام ولا هتخانق مع الروب؟ انت مجنونه يا ست انت. وانت كنت فين يا صدفه؟ انا كنت نزلت. هي السبب. انا بعتها لاجزخانه تجيب لي حاجه راحت ما نكعتش ماتت. بعد الشر عليا. ايوه مت عشان خاطر انا رحت وهي كانت مصممه على الشاور الموف اللي عليه شجره خضراء ورحت لاجزخانه والشاور قصاد عين الراجل. مرضيش يديهولي. ليه مرضيش يديهولك؟ عشان عرف انه ليك وانت كنت شاتمه الراجل الاجزاجي ده قبل كده ومفيش حد في المنطقه قابلها. كل الناس هي مبهدلاه. طب انت ليه ما قلتيلوش ان هو ليكي مش ليا؟ قلت له ما صدقنيش. قال لي هو ده منظر واحده بتستحمى اساسا وكانوا هيضربوني. يا ديدي سيبك منها كملي. عاوز افهم ايه اللي حصل. بس قعد يشدني واشد ويشدني واشد وعفرت معاه لحد لما وقعت واتخبطت واغمى عليا. صدفه من هنا ورايح ما تتحركيش من هنا. تبقي مزروعه في البيت ده مفهوم؟ عينيا هفضل واقفه زي تمثال رمسيس دوت ما اتحرك. وما تقلقوش مش هعمل زي ما بيعمل. على فكره ما فيش حاجه من دي حصل. الروب شبك في باب الحمام بس. انت واقفه بتهببي ايه وبتتدخلي في كلامنا ليه؟ غوري اعملي لنا اي حاجه نشربها. حاضر كل حاجه تيجي عليا انا. حاضر امشي. ديدي ما تقلقيش.
الموضوع ده أنا لا يمكن حسكت عليه أبدا. لا أرجوك ما تسكتش عليه، وبعدين ارفع لي قضية على الأجزاج اللي مرضيش يديها الشعب. حاضر يا حبيبي. عشان خاطري. حاضر. وإكسب حاضر. كل الأواجي بتاعتي. حاضر. سيلت بلي. تعالي بس عودي عودي عودي. هي دي بلكونة شقة؟ أيوة دي بتاعت صاحب العمارة. الله، طب ما ممكن أي حد ينط من هنا ويرجع تاني. شوفي شوفي رجع تاني، في حرامي. مصدقك مصدقك. لا في حرامي. طيب يلا تعالي. وانتي انتي بتتخضي ليه؟ ما انتي قلتي شفت اتخضيت. معلش يا الشقة دي بتاعت صاحب العمارة؟ ككنكب. وايه الكاميرا دي؟ هو حاطط كاميرات؟ كاميرا يا نسبتي. صدقت بقى؟ ايه؟ صدقت ان هم بيراقبوني في الداخلة وفي الخارجة؟ مش لوحدك، ده انا كمان اتفضحت، انا كنت بمسح السلم بالاسترتش. يا دي النصيبة. مش لابسة اليونيفورم؟ ما انا خفت يتوسخ. تعال يلا تعالي تعالي نخش جوه دي. تعالي تعالي يلا. ما تلبسيش استرتش تاني. ها؟ حاضر. يا لهوي لا ينزلوني على التيك توك. صدفة يا صدفة. ايوه في ايه؟ بتعملي ايه؟ بفرش فرشتي في المطبخ عشان انام. ما سمعتيش حاجة في البيت؟ لا لا انا سمعت بقى. هاتي فرشتك وحطيها قدام الباب وسيبي الباب مفتوح. ولما اجيب فرشتي قدام الباب انا انام على ايه؟ يعني هتنامي على حجر يا صدفة؟ هتنامي عليها. يلا. حاضر. ايه الخباوة دي يا ربي؟ حاضر. أقول بك يا صدفة، هو أنا مش مكتوب لي الراحة في البيت ده؟ بتبرطمي بتقولي إيه؟ ما بقولش حاجة، بقول جايالك حالاً يا حبيبة قلبي، يا أحلى ست عالم في الدنيا، ده أنت تتحطي على الجرح. يولا يا شيخ ارحميني بقى، ارحميني، ده أنا اتهد حلي معاكي في أم البيت الأسود ده، يا ساتر، وليا ما بتنامش ولا تتهد، ده أنت خسيتي النص، يعني عليك يا صدفة، مش مكتوب لك الراحة أبداً، أوف، ها؟ اهو فرشتي ايه وانا اهو هنام. في حاجه تاني؟ لا ما تشخريش. ودي هتحكم فيها ازاي دي بقى ان شاء الله؟ ما اعرفش. حاضر هكتم لك نفسي خالص، سيبيني بقى انام، ده انت هديتي حيلي طول النهار. انت برافونت كلام، ما بتشبعيش ما بتشبعيش. هي سيري كول يحيى. calling يايا. ايه يا يحيى. ايوه ديدي ازيك؟ ها في حاجه ولا ايه؟ تهيألي يا يحيى ان انا اتجننت فعلا. انا بيتهيألي حاجات غريبه جدا. لا يا حبيبتي ما اتجننتيش ولا حاجه. الف سلامه عليك. لا 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 انا ما بيتهيأليش. تعال على طول. معرفتش تلمح اي حاجه من ملامحه يا رجب؟ لا والله يا باشا، وبعدين الدنيا ضلمه زي ما حضرتك شايف. هو الولا فتح انا فتحت وراه سبرنج، هو يجري وانا اجري لحد ما عديته تهت قمت راجع. ايه اللي اتسرق بالظبط يا مدام فريده؟ لا انا ما شفتش اي حاجه، انا بس حسيت ان في حد في البيت. قعدت انده صدفه، ندهتها كتير جدا جدا. يا فندم مدام فريده ما تعرفش طبعا حضرتك زي ما انت شايف كده. وانت يا صدفة ما لاحظتيش اي حاجة اتاخدت من البيت كده؟ لا يا باشا ما لحقتش الاحظ، ده انا بعيد عنك كان هيجيلي شلل. بعد الشر عليك. تعيش. اصلا انا مؤاخذة يا باشا، كنت لسه خارجة من دورة المية ولسه بعد الهدوم، قمت لمحت بقى الحرامي امجر على قط الاثار. اثار؟ اثار ايه يا مجنونة انت؟ انت مجنونة؟ انت تافهة ومش فاهمة حاجة وغبية. اثار ايه؟ يا فندم مفيش حاجة اسمها اثار، دي شوية مقتنيات مدام فريدة كانت مشترياهم من المزادات. انتيكات انتيكس. فين الاوضه دي يا صدفه؟ اللي قدامك دي يا باشا. يا فندم بقول لك دي مقتنيات مدام فريده وخاصه بيها. طيب استاذنك ابص عليها. لا حضرتك سبت كل الموضوع وقعدت عايز تشوف الاوضه دي. انا ما سبتش حاجه يا مدام، هو مش الحرامي اللي دخل كان عاوز يفتح الاوضه دي؟ يبقى لازم اعينها بعد اذنك. ممكن تفتحيها؟ يعني بس ما تمسكوش حاجه عشان لو حاجه اتكسرت دي حاجات دوفالور مش عارف اعوض. انا عارف شغلي كويس.
طيب هقوم هتجيب المفتاح من اوضتي. انا جاي معاكي. انت جاي معايا اوضه النوم؟ يلا يا فندم بعد اذنك. يا لهو قبضوا عليها. اخرب بيتك وبيت سنينك وبيت اليوم اللي شفتك فيه يا طفل. يا سبتي لسانك فالت وحماره، يا ريتك بتقولي الحق. قبضوا عليها. ايه انطق وراك يا باشا. الله الله، ويا ترى بقى الحاجات دي ليها فواتير وورق ولا لا؟ دي ولا مغارت عليه بابا يا باشا. صدفة؟ ايه؟ جاك قوى لما يقويكي. اسمي ايه؟ اسمها افندم. ماشي يا ست افندم. نعم. هو انت اصلا ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ انت مالك ايه اللي مصحيني؟ انا مش عارفة اتخمد من شخيرك. انا ما بشخرش. لا انت بتشخري. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انا بشخر وانا صاحي ولا ايه؟ ده سيمي تولي. سيمي تولي؟ روحي صحيه ونايميه في المطبخ وقفلي عليه الباب. يلا، ولا اقول لك نزليه عند رجب خليه يبات تحت. ازاي يعني مش هينفع؟ عشان حضرة الضابط قال له خليك قاعد ددبان كده على باب اوضه الاثار. برضو اثار؟ برضو اثار اسمها انتيكس. خلاص حاضر حاضر، اعمل لك اللي انت عايزاه. يلا سمتولي. اثبت مكانك. اثبت. وعلى القمر ده شنب ونسخه من امير كرار. يا باشا مصر يا سمتولي. اثبت اثبت. ما تخافش ما تخافش، ده انا صدفه. ده انت اجمل صدفه. مسيو ميتو ميتو. هي مربيه كلب ولا لا؟ انت بتدلعت. انا بيت ميتو خدامك يا انا. مسيو ميتو ازيك؟ الحمد لله. عندك اخوات؟ الحمد لله يعني بفضل الله. بنات ولا اولاد؟ مخلطين. طيب لو بنات يرضيك ان واحد غريب يخش عليهم ويعيش معاهم في البيت وهم ما يعرفوهوش؟ لا ما يرضنيش طبعا، دي مش اصول. طب ويرضيك يبقى اكل نايم شارب قاعد على قلبهم؟ لا ده يبقى نطع وعايز القتل. اهو انا حاسه بكده بالظبط، انا حاسه بكده. ايوه ايه علاقه اللي انت بتقوليه ده بيا؟ مش فاهم حاجه. انت بتشخر طول الليل. انا بشخر؟ لا ما حصلش. انت شخيره جايب اخر الشارع. لا دي همسات ليليه. وبعدين حتى لو بشخر ما انا معذور، راجل نايم نومه ما يعلم بيها الا ربنا، اللي ما في حته مخده اسند عليها نافوخي، ولا حتى قبل ما نمت عدلوا لي دماغي بكبايه شاي. كبايه شاي ومخده؟ ليه جاي تقضي الويك اند هنا؟ لا بقضي شغلي هنا. بقول لك ايه، سيلت بلي منتو، روح النهارده بالليل وتعالى بكره الصبح احرس اللي انت عايزه، عايزه انام. سيلت بلي سيلت بلي، يا رب خدني يا رب خدني. بقول لك ايه، ما تسمعش كلام. اسمع كلام مين؟ دي اوامر. ايوه جدع خليك قاعد، انت ممكن تنزل من هنا وتتنتش حته اثار كده ولا كده. انا سمعت كلمه اثار؟ لا لا، ده بيقول لي هاخد بالطار. هاتي الاير بلاكس بتاعتي. يلا. ايه البلاكس ده؟ ده حته من الاثار؟ لا ده عايزه كولمان، هي تحبني كده احط لها كولمان جنبها عشان طول الليل تشرب ميه. بس بعيد عنك، دي شراقه وطول الليل تجي لها زغطه. يعني هي شراقه ومش عاجبها شخيري؟ طب انا ممكن اقول مش عارفه انام من شرقتها. يا رب صبرني يا رب صبرني على ما بلتني يا رب يا رب صبرني. تعال تعال اما اعمل لك كبايه شاي عسل. كبايه شاي؟ يعني افهم من كلامك يا عروس البحر الابيض انك عمرك ما قابلتي راجل مال وهدومه قبل كده؟ لا والله يا سيمي تولي، ولا لمحتهم. حاكم كل اللي انا بقابلهم بعيد عنك. الواحد من دول يفضل يتمحلسلي ويتدحلسلي ويتشقلب في نفسه كل ده عشان ايه؟ يستغلني، ويفضل بقى ايه رايح جاي عليا لحد بقى ما تيجي اللحظه اللي هو عايز يستغلها ويروح هوب. ايه ده، وانت طلعتي هوب؟ انا قاعد معاها عمري كله ما اعرفش انها هوب. انتوا مخكوا راح فين؟ انا قصدي اقول لكم يروحوا هوب سالني السؤال المحرج. ايوه بيسالوها على سنها. لا ده المحرج لاي ست، انما المحرج بالنسبه لها هي وزنها. وزن ايه وسن ايه؟ دول بيسالوني بقبض كام؟ حاكن كلهم عينهم على قرشي. بس على مين بقى؟ انا خلاص اتودكت في الموضوع ده، انا بسيبه لحد ما يسالني واروح حبه في مره واحده واروح قايله له ليه بتسالني على فلوسي ليه؟ هو انت هتشغلني بعد ما نتجوز؟ امال انا بتجوزك ليه يا نطع؟ بس يعني الجواز ده أمر لابد منه يا بنتي يا صدفة، يعني زي وانتي زي ما بيقولوا حدانا في البلد حمر وحلاوة.
ايوه طب ما انت كمان يعني يا سي متولي، انا ما لمحتش اي دبله في ايدك ولا شفتك يعني بتاخد بعضك كده هوت وتكلم خطيبتك ولا اي حاجه، وانت مش متجوز؟ لا ده شغل مراهقين، ده دبله واقعد اتكلم في التليفون. انا متجوز من وانا عندي 16 سنه. يا نصيبتي وانت صغير كده. اصل احنا حدانا في الارياف بنتجوز بدري، عشان كده تلاقي عمرنا قصير. واللي اتجوزتها بقى عندها كم سنه؟ 3 سنين 50. ايه شفتي؟ ادي بقى اللي احنا كنا حاسبينه طلع. شفتي اللي حاسبينه طلع؟ دي كانت مرات اخويا الله يرحمه، لما توفى انا شلت الشيله من بعده. يا لهو على حنيتك يا سي متولي. صدفة؟ ياوي صحيت صحيت، قوم لم معايا لم معايا هتودينا في داهية. طب مش نشرب شاي الاول؟ شاي ايه انت كمان لمه؟ الله يخرب بيتك، انت مش قلت انها نايمة؟ صحيت يا اخويا خلص صنعوا النرج لمه معايا. استلقى وعدك يا باشا، انا ما كنتش معاكم. انتوا خايفين من ايه؟ انتوا في حمى الحكومة. ابقى قول لها انت بقى الكلام ده. يا صدفة ايوه انت فين؟ انا هو انا هو. ايه ده؟ ايه الريحة دي؟ ها؟ انت بتاكل على سفرتي؟ لا لا. ايه ده؟ ايه؟ ايه هو ده؟ ده فضلة خيرك الصلصة بتاعت الكشري. بسم الله. ايو كشري؟ كشري في بيتي؟ انا مش منعاكي تطبخي في بيتي؟ معلش حقك عليا. لا مفيش كشري في بيتي. وانت ايه اللي مقعدك هنا لحد دلوقتي؟ ايه اللي مقعدك؟ ده بدل ما تقولي لي عامل ايه كده برضو يا امي. امك؟ انا مش ام. انا اسف كده برضو يا كبيره. لا انا مش كبيره، انا صغيره وصغيره جدا كمان. طب بعد اذنك يا صغيره جدا عشان اخش دوره الميه. بتخبطي في ايه؟ بتخبطي في ايه؟ اوعي حاجه تتكسر منك. هموت فيها دي بقى. حاضر. طب بطلي هبد. مفيش مكان تاني يا دي ممكن نلاقي فيه فواتير؟ عارفه بقى شريت الحاجات دي اهيت من سنين، حضرتك حطيتها فين؟ انا لقيت فواتير تاني اهي. عموما ما تقلقيش يا ديدي، انا بكره هاخد الفواتير دي كلها واطلع على النيابه اخلص الموضوع. انا مش عارفه ايه اللي بيحصل لي ده، انا خلاص ما بقتش قادره استحمل. انا بقول بقى احنا نجيب راجل حداد يقفل لنا شبابيك البيت ده كله بالحديد عشان نبقى في الامان. يا سلام، وانت فاكره يعني ان انا هعيش في سجن؟ ده انت هتسجنيني قريب، مش عايزه اسمع صوتك، كفايه اللي انا فيه. طب ايه رايك يا ديدي لما نجيب كاميرات مراقبه؟ لا دي غاليه قوي، ده احنا نعزل ارخص لينا، على الاقل نغرم البيت الكئيب ده. البيت الكئيب ده هوت بعد المشكله دي ما تخلص انت مش قاعده فيه، ايه رايك بقى؟ اخس عليكي، بعد الحب اللي بينا ده كله تهون عليك عشرتي. حب ايه ونيله ايه؟ ده انت من يوم ما جيتي ما فيش غير مصايب انا شايفاها من ورا وشك. طب صلوا على النبي يا جماعه واحترموا وجودي. مين اللي مزعلك يا صدفه؟ الظلم وحش يا باشا. يسلي. طب بقول لك ايه، ما تخلي قبلتك تأمر لنا بكوبايه شاي. ايه قبلتك دي؟ هو انا خالتك؟ خلاص اسفين، خلي الهانم تأمر لنا بكوبايه شاي. اعملي له شاي وهاتي له انجلش كيك وحضري عشاء. يلا ما تسيبيهوش على لحم بطنه. يلا حاضر، انا هجيب كل الحاجات اللي قلت عليها، بس بلاش الانجلش كيك عشان خاطر هو خلص. مين اللي اكل الانجلش كيك؟ اقسم بالله ما انا. امال مين؟ الله يرحم، الله يرحم المشه بدود اللي كنت بتفطري بيه الصبح. لا بصراحة يا أبلة. برضو أبلة؟ قصدي يا هانم، يعني الظلم وحش، أنا اللي كلت الانتش كيك عشان كنت جعان، بس والختمة الشريفة هدفع حقه. بون أبيتي. هو إيه الأبو بوتي دي؟ أنا ما أكلتوش، كان فين في التلاجة؟ سي امبوسيبل. ألف هنا على قلبك، هروح أنا أعمل الشاي، عايزين حاجة؟ مين دي؟ صوت مين ده؟ صدفة. صدفة؟ ومين اللي بقت تتكلم بالطريقة دي؟ إيو 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 ايو عليكي ايو. بعد اذنك يا ابله هروح اامن لها المطبخ. تاني ابله؟ لا يطلع عليها ابو بوتي دي. لازم تخلصني، لازم تخلصني من اللي انا فيه. حاضر يا ديدي. ها؟ بكره الصبح، بكره الصبح. هتوحشينا قوي 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 يا ديدي هاني، ده انت وحشنا من دلوقتي. ايه هو انا هاجرت؟ انا هقعد يومين واستنى لحد لما المتولي اللي فوق ده يمشي. يحيى مش حواسيك تخلص الحكاية مع الخبير بسرعة علشان أرجع بيتي، مع إني مش بعرف أنام على سريري. هنام على سريرها إزاي؟ سيب الموضوع ده عليا يا ديدي. يا شيخة نيلي أنت كنت نفعتي نفسك الأول. رجب؟ أيوة. من فضلك يا رجب اوعى حاجة تنزل من البيت من غير ما تقولي خد بالك من البيت. أنت ما بتردش ليه يا رجب؟ من عيني. عمى في عينك، رد عشان أعرف إنك أنت سمعتني. صدفة؟ نعم. خدي بالك من حاجتي، مش عايزه حد يلمسها. برقبتي يا جيجي هاني. يحيى خلص الموضوع بسرعه من فضلك يا يحيى.
ما تقلقيش يا ديدي، مش انت قايله ان انا موجود؟ يبقى كلامه خلاص ولا ايه؟ لا حقيقه صدفه. نعمين نزلتي المخده؟ ايوه ديدي انا لسه حطاها على الكنب. طيب والشبشب بتاعي؟ في الشنطه. والمكياج؟ في الشنطه. والشعر؟ في الشنطه. لا الشعر على راسي، الميزون بلي اللي في الشنطه يا حماره. عسل عسل، تحب قوي تهزر معايا. يلا اتوت شيري. مع السلامه يا ديدي، انا حاجة بكره اطمن عليكي. ده بعد اذن شيرين. يا خبر، ده انت تشرف. يلا زهقت. يلا يلا يا شيرين. اتفضلي. على مهلكوا بقى عليها، لا تكفوها على وشها عشان هي مش شايفه. اخرسي اخرسي يا حماره اخرسي، كل الناس سمعتك فضحتيني فضحتيني. في رصيف، هننزل الرصيف. ها خلي بالك، انزلي الرصيف كمان واحده. حاسس اخرسي. اهو خبطها وقلت له هيخبطها. خلاص يا استاذ يحيى، انا قفلت كل الاوض والمفاتيح اهي معايا، ما تقلقش. انا مش عارف بتقفلوا الاوض ليه، انتوا قلقانين وانا موجود. معلش يا متولي، دي اوامر فريده هانم. صدفه. نعم. معاكي ارقام التليفونات بتاعتي، اي حاجه تحصل كلميني وفي اي وقت. ها حاضر. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. على مين؟ لا بقول لكم ايه، اي حركه كده ولا كده انا هعمل معاكم الغلط. في ايه يا سم متولي، ما بالراحه علينا مش كده. لا انت بالنسبه لك تتحركي براحتك يا صاحبه العيون الدبلي. تعرفي يا صدفه ان انا بعرف اقرا لغه العيون؟ احلف وحياتك. طب والنبي تقرا لي عيني. لا بقرا لغه العيون مش لغه الحول. اخس عليك. بهزر معاكي يا بنت، ده انت قمر، ده انا هموت واعرف انت طالعه لمين. انا طالعه لعمتي. الزم حدودك يا جدع، انت حته بواب، يعني كبيرك تقول الاسانسير اللي في السابع. من فضلك من فضلك اتكلم كويس، وبعدين اقول ايه؟ اقول ايه اللي في السابع؟ اذا كان العماره كلها خمس ادوار. بس 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 يا رجاله، في ايه؟ انتوا هتموتوا بعدي مش كده؟ في ايه يا صدفه؟ مالكم بتخانقوا كده ليه؟ الحقيني يا انسه، شيرين الرجاله هيقطعوا بعد عليا. يعني ايه هيقطعوا بعد عليك؟ يعني هيموتوا ويتجوزوني وانا مش عارفه اعمل ايه؟ تاريكي متشيكه وعامله حواجبك. ايوه اسكتي يا انسه شيرين، ده الحواجب دي واضح انها كانت قافله الدنيا في وشي، شوف اما شلتها فتحت على البحر. اه دي فتحت على الرابع. هي كده فتحت؟ اه طب ايه الحكايه بقى، فهموني. ملوش لزوم الحكاوي والحاجات دي، انا خلاص ماشي. رايح فين؟ الاوامر جات لي بكده، بس قبل ما امشي احب اطلب منك ايد مجمع البنات ده. لا انا اللي هطلب ايديها، انا اولى من الغريب، ده راجل غريب ما نعرفلوش اصل ولا فصل. ايه اللي ما نعرفلوش اصل ولا فصل؟ انا اسال عني في البلد، انا راجل عندي ارض وبيت وجواميس، عايزين نزودهم. طب بدل ما تتخانقوا كده، ايه رايكم ناخد راي سمو الاميره؟ لا ايه اللي تشوفيه انت يا انسه شيرين. اه حس كده بقى، يبقى روحي انت هاتي الشربات للعرسان على ما انا بقى اشوف المزاد هيرسى على مين. عيني عن اذنكم. مكسوفة ولا بتعطس ولا دي حالة؟ طب يلا بينا احنا نتناقش في الموضوع ده، نشوف هنعمل ايه. حريم اولا. اتفضلوا اتفضلوا، يلا كل واحد يقولي العرض بتاعه. انا عندي اوضة فوق سطح العمارة واوضة تحت بير السلم، اذا وافقت بامر الله افتحهم لها على بعض. الله ممتاز. وانا ابويا بني لي بيت في البلد، وانا بنيت بيت هنا، ولو وافقت بامر الله هفتحهم لها على بعض. الله الله ممتاز برضو، بس مش عارف ليه حاسه العروض كده شبه بعضها، يعني مش مميزه. انا حسدتها في البيت وقعدها وعافيها من خدمه البيوت. وانا هاخدها تعيش في بيت اهلي، واهلي هم اللي هيخدموها. بس هيتجوزها على مراته. ما انا قايل لك ان مراتي دي كانت مرات اخويا لما مات، انا اللي شلتها. طيب على العموم احنا ننده على صدفه ونشوف رايها. ايوه يا انسه شيرين، انت عايزاني؟ هو انا لسه ندهت؟ طب اتقالي. معلش هو في حد غريب؟ بص يا ستي، العروض البيل بواب ناوي يتجوزك ويستتك ويعفيكي من خدمه فريده هانم، بس تبقي مرات البواب بقى فتخدمي على سكان العماره كلها. اما بقى سعاده الباشا هياخدك بقى البلد ويتجوزك ويستتك، بس هيتجوزك على مراته. قلتي ايه؟ القول قولك يا انسه شريه، واني مقطوعه من شجر من بعد البعيده اما الله يرحمها ما ماتت، وهي سايباني في الدنيا لوحدي، فاني بقى اسيب لكم انتوا الموضوع، لان انتي بعتبرك زي ام الله يرحمها سني، ومدام ليلى بعتبرها زي خالته الله يرحمها تحيه، اما فريده هانم. خلاص فهمنا. فزي ما بقول لك بقى كده، اللي انتوا هتختاروه لي ايا كان ايه هو، انا موافقه عليه. طب بما اننا كنا كده كده مجهزين الشنطه، ما كنا خدنا بعضنا ورحنا قعدنا لنا يومين عند مدام ليلى، اهو نغير جو. يا رب يا رب اعمل العمليه وارجع اشوف تاني يا رب،
يا رب نصار ياخد اعدام ويموت يا رب. يا رب تكبرني يا رب. امين. الهي يا رب يشفيك ويعافيك ويديك ويرضيك يا رب يا رب. ديدي انا صحيح نسيت اقولك على حاجه. انا نسيت اقولك على حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ الفلوس اللي جابها لي يحيى صالح اللي كان بعيدها معاه وقال له ما يقوليش. فلوس العمليه. الحقيقه انا حسيت ان انا يعني قسيت قوي قوي على يحيى وصالح كمان. ما انتي ما سمعتيهوش بقى بيكلمني ازاي. الله. عموما انا رجعت له الفلوس مش هقبلها. وانا عندي لوحه كويسه قوي وحلوه قوي وغاليه. عوني هيموت عليها. هبيعها وادفع بيها العمليه واعمل العمليه وخلاص. لا استني، ما هو بقى ده الموضوع اللي انا كنت جايه عشان اتكلم معاكي فيه. فاكره العربيه اللي كنت عاوزه تبيعيها بتاعتك؟ اه ما جابتش ثمنها مع انها فينتج. ما انا بقى لقيت المشتري. بذمتك؟ ايوه، واحد زميلي في الشغل شافها وعجبته ووافق يدفع فيها ال 200 الف جنيه اللي كنت عاوزاهم. يا خساره، يا ريتني زودت، يا ريتني زودت. طب حلو حلو، برده 200 الف جنيه حلوين برده. ها ايه بقى اداكي ال 200 الف؟ لا هو اداني دلوقتي 50 وكمان 3 ايام هيديني بقيه الفلوس على طول. ما اداهملكيش مره واحده. اوكي اوكي مش حكايه. يلا بصي بقى، بكره روحي المستشفى حطي الفلوس في المستشفى عشان تحجزي لي العمليه. حاضر. اوكي اوكي. وكلمي بقى ليلى النهارده تيجي تسهر معانا لان انا طايره من الفرح. ويديدي مش هينفع ليلى النهارده، نسيتي ولا ايه؟ النهارده الليله الموعوده. اه لا نسيت. طب تعالي ندعي لها كل ليله. ادعي يا رب. ادعي يا صدفه. ايه دي؟ دي نامت. احلفي والله. صدفه يا رب يشفيك يا رب ويعافيك ويديك اللي انت عايزاه كله. ادعي ليلى يا صدفه. حاضر يا رب يا مدام ليلى، يرزقك بالذريه الصالحه ويديك نونو يكون شبه يا رب. لا يا ربي مش شبهها، والنبي يا رب. لا مش عايزه حاجه انت كمان يا انسه شيرين. ايوه يا صدفه، ادعيلي ربنا يريح بالي. يا رب يريح بالك ويهدي حالك يا رب. وانا يعني اللي وقعت من قعر القفه. يا رب يا صدفه يرزقك بامير غني ويكون كده يا رب يعني عنده حصان يا امير الظلام، ويكون يا رب عنده حصان ابيض وياخدني عليه ونطير. يا حصان اسود ومنيل وهياخدك انت وهو وتفتصوا. مالك يا لولو؟ ايه اللي مزعلك؟ عارفين يا بنات، وانا واحمد اخويا صغيرين كان دايما هو لما يجي يفقش بيضه تطلع له بصفرين. يا صلاه النبي. انما انا كل ما افقش بيضه تطلع لي بصفر واحد. يا ساتر يا رب. ايوه انا عارفه، طول عمري بختي قليل. ما هو قليل البخت بيطلع له العظم في الكرشه. معلش يا ليلى، مش بيقولوا كل تاخيره وفيها خيره؟ بصي يا ليلى، اللي ما عرفتيش تعمليه النهارده تعمليه بكره دوبل. كل حاجه نفسك فيها اعمليها دوبل دوبل. اه طبعا. حلاوتك يا ديدي هانم كده، وانت المزاج عالي وعالي العال. ايوه كده، فكها علينا بقى الله يفرجها عليك. اه والنبي يا ديدي، مش عايزين القعده دي تقلب صعبانيات. ها نو. صح، لا للصعبانيات. كملي يا ديدي الحكايه اللي كنت بتحكيها لنا. انا ويحيى بقى كنا بنحب بعض قوي، وكنا خلاص هنتجوز. اهله واهلي كانوا موافقين، وكانت الحكايه ماشيه زي الفل. وفجأة قبل الجواز بأربع خمس أيام حصل مصيبة. إيه اللي حصل؟ واحد من عيلته قتل ثلاثة من عيلته. يا لهوي. آه بابا بقى يعمل إيه؟ لغى الجوازة طبعًا. أكيد. فأنا قلت ليحيى إيه؟ إيه؟ طب ما تيجي بقى يا يحيى نعمل زي روميو وجولييت ونهرب ونتجوز. الله، وهربته؟ طبعًا ما طلعش روميو، طلع خايب زي ما قلت لك. عرفت ليه بقول لك عليه خايب؟ عرفت. بابا بقى ساعتها جوزني ابو ادم، ما كنتش بحبه ابدا 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 ولا بطيقه. وليه فرفوره ما حبتهوش؟ عشان بارد وتلم ودمه تقيل. على فكره في ناس كتير قوي بتفتكرني ان انا كمان بارده. صح، انا اول ما شفتك برضه كنت بقول لشيرين دي بارده وتلمه، بس طلعتي عكس كده خالص والله. لا 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 صبري والله، انا مش كده خالص والله. انتوا عارفين يحيى الوحيد اللي فاهمني في الدنيا دي، حتى ابني مش فاهمني. يحيى الخايب؟ اه يحيى الخايب. طب صحيح يا فريده،
انت مش هتقولي لادم على العمليه؟ ليه؟ هو انت شفتي ادم جالي اخر مره امتى؟ ما انت برضو اخر مره عملتيه وحش قوي. طب مش يمكن لما يعرف انك هتعملي العمليه قلبه يحن ويجي؟ هو لازم يعرف ان انا بين ايدين ربنا عشان يجي يشوفني. ايوه طبعا. الله، مش تقولي اللي منك. افرضي بقى امر الله نفذ، مش يلحقوا يشيلوكوا ويجروا بكي؟ بعد الشر ايه اللي بتقولي ده؟ يا خبر اسود عليكي وعلى قرك وعلى طريقه كلامك الهباب. امي بسرعه اشوفي البسبوسه اللي في الفرن احسن تتحرق. ايوه صح، ده انا نسيت البسبوسه. بسبوسه بس. صدفه. نعم. في قشطه؟ انت اللي قشطه يا قشطه. وبعدين لو مفيش قشطه اوجدها لك حالا. السي عباسط راضي. السي عباسط ده المكواجي. عملتي محضر في المكواجي؟ ايوه، قفشته بيتف على هدومي قبل ما يكويها. لا تف من بقك، اكيد ما عملش كده. لا لا لا، كان بيعمل كده، بيتف كده اهوت ويكويها. الله، مش عشان يكوي لك هدومك؟ لا، المهم ان هو روح بلدهم وقفل المحل ومشي، مش مهم ده خالص. يلا اللي بعده. حاضر. السيدة سامية. أيوة. عاصم الزاوي. يلا حبيبي. محمد، مش ممنوع الولاد الصغيرين ينزلوا ليدو؟ ممنوع يا فندم، بس بس ايه؟ روح اندالي صفية. حاضر يا فندم. انت بتشتغلي عند مين؟ في حاجة؟ اه، ممنوع الولاد الصغيرين ينزلوا ليدو. اهلها يعرفوا انك انت بتنزليها هنا؟ افندم؟ افندم ايه؟ كل حاجة افندم افندم. انت بتشتغلي عند مين؟ انت ست عليلة الادب. انا فريدة ست عليلة الادب؟ يا فريدة هانم، تعالى اسمع اسمع يا حبيب. الناس اللي انتوا بتدخلوهم النادي. اهدي يا فريدة هانم. بس بتقولي انا ست عليلة الادب؟ دي مدام سامية عضوة في النادي، حضرتك ما تعرفهاش ولا ايه؟ ليه مدام سامية جمال لازم اعرفها يعني؟ ما تحترمي نفسك يا ستنتي. يا سلام، اشهد بقى على الكلام ده. ما هو انت مدخلينها بتذكره ب 10 جنيه. ماشي، ان ما خلكيش تندمي على اللي انت بتقوليه ده. يا سلام، اندم على ايه؟ مدام سامية فريدة هانم ما تقصدش. هانم دي هانم دي، انا هعرفها مين الهانم فينا. هتشوفي هتندمي ازاي على الكلام ده. والله؟ اها، وهتعرفي مين سامية هانم. سامية هانم مرة واحدة. يلا حبيبتي، اتخديت قوي من مدام سامية هانم. انت حضرتك ما تعرفهاش؟ لا ما اعرفهاش. دي مدام سامية حرم محامي سيف الشواربي. سيف الشواربي ده راجل شراني والنادي بيعمل له ألف حساب. يا سلام، خلاص هنخاف من سيف الشواربي وسامية هانم. بقول لك ايه، كنش هو صاحب شارع الشواربي؟ بلاش قرف بقى، قرفتونا. حصل خير، نسيب حضرتك بقى. سامية هانم، خفت يا سامية هانم؟ لهوك يا صدفة يا لهوي، ده احنا مدفونين بالحياة. انتي قاعدة في احلى شقة في الزمالك، انتي كنتي تقولي تخش الزمالك اساسا. زمالك ايدي تغور من كآبتها، مش شايفة الجنة؟ انا ما كنتش عايزة تاخديني معاكي. راسي خالص خالص. بقول لكم ايه يا بنات، انا خايفة لحسن حازم يتخانق معايا. يتخانق معاكي ليه؟ عشان عايزة تبسطيه؟ عايزة تهنني؟ يبقى نكدي ودمه تقيل وكبة. بطاقتك يا ليلى. اسمه مكتوب في البطاقة؟ ايوه اهي، اتفضل. كويس، ده كان هيبقى مقلب. انت بتحبيه قوي؟ حازم اي ست لازم تحب. وهو بيحبك قد ما انت بتحبيه؟ مش عارف، ساعات بحس انه بيحبني وساعات بحس ان هو مش معايا خالص. وانا بصراحه من ساعه ما عرفت موضوع انه متجوز ومخلف من قبل ما انا اقول له، وانا مش عارفه ابقى معاه زي الاول. حاسه كده كان في لمبه جوايا اتطفت. لا النهارده كل اللمبه لازم تقيد على اعلى فولت. حاضر. وبعدين تكلميه في تليفونه وتقولي له، تقولي ان انا عايزاك في حاجه مهمه، وما تقوليلوش على الحاجه المهمه غير لما يجي. ايوه ايوه، قولي له تعالى يا روميو، جولييت مستنياك. جولييت؟ اه، انا لو قلت له جولييت دي مش هيعطب ناحيه الفندق اكيد 100%. تشاريزونش دي. اللهم صل على النبي، ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ تحبي تلبسي ايه الليله دي؟ حزومي بيحب البنفسجي. ماشي، احط لك البنفسجي. مساء الخير اسيستنت مانجر. لو سمحت، عندي النهارده يوم تري سبيسيال، فانا عايزاك تعملي حاجات كتير. معلش، انا عايزه حاجه رومانسيه، عايزه ورد يترمي كده على السرير، قلب ريد روزز، ولا عايزه وزه ولا بطه،
ولا كروكوديل ها؟ ليه؟ انا بحب الوزتين دول اللي بيبوسوا بعض. دول بيقطعوا الخلف. لا بلاش خلاص كرهته. وممكن يبقى في فواجرا، ممكن يبقى في ستاكوزا، ممكن يبقى في كافيار وسمو. سمو ايه؟ انت هتجيب لهم سبع الروج بتاعك؟ ان سيكوند سيبوكلي. اخرسي خالص، خليني اكلم الراجل. لا مش هخرس، دول عرسان وعايزين يتقودوا، هات لهم سمك. ما هو ده سمك، وسمك غالي قوي. السمو سمك؟ اه. لا يبقى دوق. اسكتي، مش دلوقتي، ومش حد وقعه لك هنا. ميرسي. شامبان. الشمباني دي خمره ولا ايه؟ هو جوزك ما بيشربش؟ لا استغفر الله العظيم، احنا عايزين ربنا يبارك لنا. طيب هات لهم ستة موكيتوز و ام تي دو ليكور. ستة. ميرسي من غير ما يخبر. باي باي. ده كده كتير قوي، مش كفايه الاوتيل الغالي ده يا فرفوره؟ حبيبتي انا عازماكي، وان شاء الله ان شاء الله، بس على شرط أول بنوتة تبقى اسمها فريدة. ولو جه ولد هسميه فريد. على فكرة يا ليلى، شيرين ينفع اسم بنت وولد. لا، هي هتبقى بنت، فريدة. بس تيجي بس، كله رضا. هتيجي إن شاء الله دليلة ليلتك يا ست ليلى. أيوة يا ست ليلى. بس بقى بتكسف. يلا يا صدفة ولعيها. عارفين أسوأ حاجة في ان انت تفضل تحب انسان، تفضل تحبه، يزعلك وتحبه، يضايقك وتحبه، يجرحك وتحبه، وتقول معلش ما يهونش عليا، بحبه، ينقل ابو الحب، ينقل ابو الحب، حبي ايه وليلتين من غير كرامه، والله ما ينفع، لازم تعمل لقلبك ستوب، بتقول له ستوب، اوف، 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 كفايه كفايه. انت زعيق، بتزعقي لمين؟ ومين اللي في البيت بتزعقي له؟ والله العظيم ابدا ما فيش حد في البيت. ازاي يعني؟ انا سامعاكي. بصي انا ما بشوفش، انا بسمع كويس جدا. ايوه ده التيك توك. ايه التيك توك ده؟ ده بتاع كده بقى تنزليه على الموبايل، تقعدي بقى تغني عليه وترقصي وتعبري عن مش خلاص خلاص. الغدا خلص. خلاص الصلصه هتخلص، وهتدوقي بقى احلى مكرونه من ايد صدفه. هما سموكي صدفة ليه؟ يعني صدفة حلوة، صدفة مهببة، صدفة ليه؟ والله العظيم أنا ما أعرف، بس هي تلاقيها جت كده معاهم بالصدفة. جيتك فظيعة. فعلا كل الناس تقول لي يا بنتي يا صدفة أحلى حاجة فيكي ضحكتي. فظيعة يعني بشعة، يعني مقرفة، يعني مميتة. يعني بصي، ضحكتك أوفر، صوتك أوفر، أكلك أوفر، كلك على بعضك اوفر. والله العظيم انا كنت متاكده ان انت لما هتعشريني هتعرفي ان انا انسانه مميزه اوفر وهتحبيني. بس روحي شوفي مين. شوفي مين. يا صدفه. ايوه جايه اهو. ايوه ما جايه اهو. هو ايه السرعه اللي بتتسرقوها دي؟ في ايه؟ اهلا. ماشي خش خش. يعني بكل التمرد اللي انت فيه ده وما غيرتش البرفان بتاعك من اعدادي؟ خير؟ جاي ليه؟ ازيك يا ماما؟ ايه؟ عايزاني امشي يعني؟ يعني مش جديد عليك، ما انت بتيجي دايما تلمس الحيطة وتروح ماشي تاني. نفسي مرة نقعد نتكلم من غير ما نتقش في بعض كده. يعني مثلا اقول لك ازيك يا ديدي وحشتيني، تقولي لي انا كويسه يا دوما، وانت كمان هات لي كواسو معاك. اقول لك العمليه الساعه كام، تقولي لي ما تيجي توصلني انت. مين بقى اللي قال لك على العمليه؟ مفيش غير اونكلك يحيى اللي ما بيتبلش في بقه فوله. عامل ايه اونكل يحيى؟ ده بدل ما تشكريه. اشكره على ايه؟ اشكره على ان هو بيشحت بيا. يعني انت ما كنتش هتيجي تشوفني وتسال عليا غير لما تعرف ان انا في المستشفى. فريدة هاني. ايوه. احط لك ريحان على المكرونه؟ ياه، مكرونه بالريحان؟ حطي وما تاكليش نص المكرونه. انا اصلا ما بحبهاش، انا عامله لنفسي شويه كشري عسل. مش عايزه قلي بصل في البيت. انا بدخل اي مكان بقلب، وده بفضل الله،
وست جميلة وعندي كاريزما، دي حاجات كده خلقت ربنا مش مجهود. بس بتقولي ايه انت؟ مش بقول حاجة، مش بقول حاجة. بتقولي ايه؟ مش بقول حاجة يا حبيبتي، بغني كده وبطريها على نفسي. بتطريها على نفسك؟ آه. انت عندك كاريزما، امال انا يبقى عندي ايه؟ يا اختي عندك الخير كله، انت هتحاسبيني كمان على الاغنية؟ معلش. ايوه بس انت مسمعة الدنيا كلها. معلش مفيش حد. لا ايه ده؟ ايه ده؟ دي ملاية؟ ملاية؟ ايه دي؟ بصراحة بقى ده الاسترتش بتاعي. انت جننتي؟ هتفرجي عليا الناس، هتفرجي عليا الحتة كلها، الاسترتش بتاع انت بتنشري الغسيل هنا؟ امال اعمل ايه؟ مش عشان هدوم تتشمس كده وتبقى ريحتها حلوة؟ اياك تعملي كده تاني، فرجتي عليا ليه؟ يا لهوي سويش رمتي الاسترتش في الشارع. ايوه وحرميكي من هنا، حرميكي انا من هنا، شيلي كل القرف ده من هنا. يا شيخة بقى حرام عنيكي. ودي يا رجب حطي لي الاسترتش بسرعة، يا رجب حطي لي الاسترتش بتاعي والنبي قبل ما حد ياخده. استرتش؟ يا قهوة قدامك. لا أنا ده بتاع الحاج صلاح في الرابع فوق، مش بتاعك أنت. يا ولد بتاعي يخرب بيتك حطه في السفر. هو ده؟ أيوه هو. أيوه الله يسترك يا رجب. عرفت المقاس. يا ولد خلص أنت وقت معاكسة ده. هدية عيد الأم اللي جاية عندك. ينيلك. تسلم يا رجب. يا لهوي مش عاجبها ده، انا باكل اي مكان بقلبه، ده بفضل الله، واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة، دي حاجات كده خلقت ربنا مش مجهود عاملة، فخلوا اللي غير مننا يجي ويعمل زينا من غير ما يغلي يقلي. امشوا بعيد وسيبونا، ليه عايزين تأذونا؟ امشوا بعيد وسيبونا، ليه عايزين تأذونا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، همشيكوا يعني همشيكوا، يانا يانتوا في البيت، يانا يانتوا، يا ساتر يا رب. هو على عسلك يا بنتي، يا صدفة. إيه ده؟ أمر، أمر طبيعي. الله أكبر. من عين شريك رقيتك واسترقيتك، من كل عين شافتك ولا صلتش على النبي. أنتوا خين ده؟ يا فريدة يا بنتي نحمده. نحمده مين؟ ماما اسمها فوزية. انت مجنونة؟ ايه الريحة دي؟ دي ريحة البخور، برقيك عشان انت محسودة، وانا متأكدة ان كل اللي انت فيه ده ما هو الا عكوسات، واكيد اكيد في حد مشبشبلك. مشبشبلي؟ ده انا اللي هضربي 60 شبشب دلوقتي. بقولك ايه؟ العفاريت الزرق بتتنطط في وش، انا بقولك اهو. لا مش محتاجة تقوليلي، ما انا عارفة، وانت مش فريدة، انت العفريت، انا هوريك يا عفريت، امشي يا عفريت. اسكتي بقى، انا هخلي العفاريت الزرق تاكلي. يا لهوي البلوزه، حرام عليكي. ايه يعني كريستان جور؟ واحسن كمان، دي اول لبسه، دي ب 120 جنيه قبل الخصم. اطلعي بره، اطلعي بره، ما اشوفش وشك هنا. خدي البخور اللي هيموتني ده معاك. ماشي الدكتور كتر خيره، خليها اخر عمليه في اليوم. طيب طيب الحمد لله، انا هجيبها واجي. باي باي. حرام عليك، ده مجنونه دي ولا فاهم جهدي بقى؟ في ايه؟ في ايه؟ ده اللي عمل فيه فريدة؟ الست فريدة هانم شاعت لي البلوزة اللي حلت اللي انا حتى فيها شهر عمر كله دي ب 300 جنيه. معلش حبيبتي معلش، هجيب لك واحدة غيرها. الحمد لله لقيت الدواء في الأجزخانة اللي تحت. طب ولازمته ايه؟ ما فريدة عندها مهدئات كتير، ولا ده كتبته لك الدكتورة منال؟ لا ده المهدئ ده حاجة تانية خالص. طب ده حازم جوزي يبقى راجع من الشغل متعفرط وبيخانق دبان وشه، ياخد بس حباية ربع ساعة وتلاقيه فش وتبط وبقى حاجة تانية خالص. يا شيخ. اه والله. طيب مين بقى اللي هيديلها الحباية دي؟ لا خليها لك، أنا مش داخلة جوه تاني، أنتوا إيه لاقيني في الشارع؟ مش كفاية البلوزة اللي شقتها لي؟ هجيب لك بلوزة غيرها. وأنا هجيب لك جيبك على البلوزة الجديدة. لا مش حكاية كده يعني بلوزة وجيب، أنا كان نفسي كمان في توكاتو. هجيب لك توكاتو كبيرة من أم فيونكا دي. خدي أهو يا ستي كمان. 400 جنيه بس يا ب 500. انت مش لسه قايله 300؟ ما غلي. خدي مش خساره فيكي، ادي 100 كمان. ماشي خدي بقى انت العروسه دي، خزقه عينيها اما اشوف انا هعمل ايه مع الوحش. خدي بقى الدواء يلا وديه. هات الكيس ده. ايه ده؟ يلا يا صدفه يلا. ماشي بقول لك ايه، معكيش دبوسه عشان اخزق عين العروسه؟ احنا في ايه ولا في ايه يا ليلى؟ ايه مدام ليلى؟ 500 جنيه والنبي يا ست ليلى انت عسل. ده انا بقى هروق لكم عليها خالص. هي قالت لي بتدي جوزها
هي ايه تفوق ربع ساعة، احنا بقى عايزينها تفوق نص ساعة وساعة وثلاث ساعات، عشان ايه كفاينا بقى احنا اللي فينا مكفينا. ها كده ايه الدنيا تفك معانا عشان احنا مش ناقصين. يلا الشفا يا رب. فريدة هاني مش عايزة حاجة. اسمعيني بس، انا جبت عيني عن عيني عصير يا لهوي. طب شفنا انا بقول لك اهو، طب شفنا واحدة، طب خدي انا هشرب حاجة مني. طب انتوا انا اللي بتحبي في طب يا لهوي ليكن يا خرابي يا خرابي يا ما تخشش. لا لا يا اختي انا بخاف، بخاف احسن تلوشني. لا في ايه؟ طب هو واحد، طيب هو واحد خلاص امشي. لا 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 الحمد لله شربة العظيم. صدمة اتنجيت دي، يعني اتطرشت. يعني اتطرشت؟ بقول لك ايه يا صدفه، ما تتصلبطيش، انت ياما خدتي علق وهي اصلا ما ضربتكيش، دي شدتك من شعر. هي بنت اللي بتراعي مشاعري، انت ضرباني ومبهدلاني. وبعدين يا ليلى انت قلتي المهدئ ده هيهديها ربع ساعه، هي كده بقى لها ساكته اكتر من ساعه. سماعه؟ ساعه الشقه يا بنتي بتقول لك اكتر من ساعه. يا لهوي وقعت في البلاعه. لا 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 انا مش قادره استحمل. يا لهوي يا حبيبتي يا ديدي ممكن ادخلك؟ دي ما بتردش. طب وبعدين؟ لا كف الحمام. لا لا انا بقول ندخل احسن. يلا استني ديدي ممكن ادخل؟ لا ما بتردش، لازم ندخل. يلا افتحوا كده. يلا يا يا حبيبتي فريده. فريده يا كسبتي. يلا يا حبيبتي الله يخرب بيتك. فريده اديتي كام قرص؟ فريده اديتي كام قرص؟ انطقي اديتي كام قرص؟ الله يخرب بيتك، قلت لك قرص واحد على كوبايه ميه. يا لهوي كده هتموت. يا لهوي يا ستي الله يخرب بيتك. حرام عليك، هتضيعي مستقبلي. فريده رد عليا، فريده شيرين شيل التليفوني، تليفونك حبيبتي الحروق دي. انا فرحي بيك، انا جالي تنعك سنومي يا حبيبتي وسلامه كلمتي بيك يا عشره العمر يا اختي يا حبيبتي. سيلتوا يا بيه، لحظة من فضلكم عايزة أقول لكم حاجة. أنا لما جيت من شهرين العمارة كنت بستمنى اللحظة اللي النور يقطع فيها، عشان وأنا بمسح أتلصق وعك ولك ومحدش يشوف ولا يرجع وراي، لحد ما الكوفير بتاع العمارة ضرب وبقى النور بيقطع لوحده طول الوقت. ومن ساعتها وانا بمسح ببقى مخنوقة، والضلمة اللي انا فيها بتبقى مخلياني بعك وبتلصق غصب عني. وغير كده كنت ببقى خايفة لحسن حد يجي يلسعني على قفايا وانا مش واخدة بالي، وانتوا كلكم كدبتوني، بس الحمد لله ان انا ما سمعتش كلامكم، لان انا اللي طلعت صح. لان اخر مرة وانا بمسح الاستاذ نصار جارنا جه هو والكلب بتاعه، وهو عارف اني بخاف من الكلب بتاعه، وراح مقربه عليا، بس الحمد لله انا جريت من الكلب، لكن ما جريتش من استاذ نصار لانه طالني وقام لسعني حته قفاه. انت بتعيط يا ركب؟ اصلي كنت واقف جنب استاذ يحيى وقعد يعيط فانا خدت منه. ياه يا رجب، نفسي قوي اشوف ملامحك. يا ستي ناوليني حته من الشوكولاته دي، انا اللي عايزه اشوفها. شوكولاته ايه يا رجب؟ بس عارف يا رجب برغم كل عيوبك الا اني عمري ما هنسالك، انك انت اللي علمتني معنى الصداقه والتضحيه، وعمري ما هنسالك انك امبارح رميت بنفسك قدام الحرامي اللي كان هيموتك، وكل ده عشاني. ده انا كنت هموت امه. تموت مين يا اخويا؟ ده انا اللي سكعته بالطاسه على دماغه، انت هتعيش؟ وانت سكت ما بتديتيني وراه بالطاسه على دماغي انا كمان. ايوه ما هو من عمايلك السودا، تصدق يا راجل انت فصلتني؟ لا طب ثانيه واحده بقى،
ايه ده؟ ساديو ماني، ساديو ماني، انا اللي عايز اشكرك يا صدفه انك مستحملاني بقالك شهرين ما بستحماش، وريحتي يا دوبك بتطلع شويه شويه شويه. ده انت نص سكان العماره طفشوا من ريحتك. وبعدين هات الكوبايه دي، ده انت راجل قلوده قوي. ده ايه ده؟ وايه يا اخويا اللي انت لابسهولي ده؟ حاسبي عشان ده براند الاسطوره فليب فلان. صدفه يا ركب بقى، ما تقعدش تزن عليا، ما قلت لك هفكر، ما تبقى الزنان كده. يوه لا مش كلش. ايه ده رجع؟ بقول لك ايه، البيت ده شكله مسكون، انا شايفه حد ماشي. ده حرامي ولا ايه؟ اطلع لي بسرعه يا رجع، اطلع لي بسرعه. ابوس الطاسه اللي انقذتني. اوعى كده. كويس انك غيرت البنطلون بدل البوليس ما يجي يلاقيك بالبيجام اهو. رجب انت ماسكه يا رجب، وامسكه كويس لحسن يهرب منك. لا ما تخافيش، ولو فكر يهرب هزنه على دماغه، ده انا لسه مدياله طاسه جابته عن الارض. طب إيه انت اللي مسكتيه ولا رجب؟ انا طبعا. هو رجب ده يعرف يعمل حاجه؟ برافو. سرق ايه بقى يا رجب؟ ملحقش ملحقش ياخد حاجه. طب عايز اسالك إيه، هو منظره ايه؟ شكله ايه؟ ما انا عايز اعرف شكله. ولا وريني وشك ولا هتعمل لي المشبوه ولا فاروق فيشاوي. يا لهوي ايه اخوكي؟ اخويا ايه ده؟ شكله مجرم قوي، انا خفت. يا نهار اسود، هو انت يا رجب؟ مين ده؟ ده الولع حسين الميكانيكي يا فريده هاني. حسين الميكانيكي؟ ايوه، جوز البنت الشغاله اللي اسمها سوسن اللي كانت سرقاكي في العشر تلاف جنيه. انطقي يا بنت. والله امسكها ليه؟ انتوا مش خدتوا فلوسكم؟ لما اعرف خدت كام بالظبط. سودت وشي قدام الهانم، الله يخرب بيتي. ومصحف الشريف ما خدت حاجه؟ لا اخدتي، طلعت الفلوس من شنطتك 10000 جنيه، عايزه تاخدي ايه تاني؟ طب ومصحف الشريف ما خدت حاجه غير الفلوس؟ يعني ايه؟ ما هو اللي ياخد الفلوس ياخد اي حاجه تانيه. وبعدين قالوا للحرامي احلف، قال له جالك الفرج، قول الكلام ده حلوه في الاسم. نهار اسود يا ست فريده، اسم لين؟ عملت ايه؟ عملتي ايه؟ ناقص تعملي ايه؟ وايه لازمته يا ست هانم؟ المسامح كريم، وهي عمرها ما عملت كده قبل كده. اه انا بقى مش كريمه ومش هسامح. طب انا هحلف لك على المصحف دلوقتي ان يوم مصحف ما هعمل كده تاني. لا يا حلو، انت مش قاعده هنا تاني، مش هسيبك تروحي لحد تاني تسرقيه. قولي الكلام ده في الاسم. لا يا ست فريده والنبي، طب انا هعملك اللي انت عاوزاه، بس ما تودينيش يا حرامية. حضرتك الضابط وده جوز ست فريده. يا ست فريده والنبي. ايوه والنبي. لا يا حسين الحاني. لا يا ست فريده والنبي، يا ست مسيره سيبوني والنبي. طب يا عم رجب والنبي. لا سيبوني والنبي. لا والله العظيم لوريك ولايه، ما عندكيش قلب. ما بقاش راجل لما جبت لمراتي حقها. والله العظيم ولايه مفتريه، انا هوريك والله. انا مشكلتي كبيره قوي، انا مش عارفه اعمل ايه. انا كل ما راجل يشوفني يحبني، لما خلاص تفشت. انتوا عارفين ان انا اصلا مش من القاهره، انا من الغربيه محافظه طنطا مركز بوريك، وكنت هناك ايه ما اقولكوش، الرجاله كده بتقطع بعض عليا لحد ما خلاص بقى زهقت منهم، كانوا بيجروا ورايا بالحمار. رحت خدت بعضي ورحت اتفشت من البلد. رحت على فين؟ على المنوفيه. نفس اللي بيحصل حصل لي تاني، ومن المنوفيه للشرقيه خدتها كعبدان. وبعدين قلت لنفسي لا يا بنتي يا صدفه، انت مش هتفضلي كده، انت روحي بقى على مصر ام الدنيا، والدنيا هناك كبيره وتوهان اكيد، يعني الرجاله مش هيسيبوا ستات مصر الحلوين ويبصوا لك انت. يا ريتني ما جيت بعيد عنكم، حطيت رجلي من البلد والرجاله كده مموتين بعض عليا. ده الست اللي انا شغاله عندها البواب بتاع العماره، واحد تاني اول ما شافوني اقسم بالله كانوا هيقتلوا بعض في قلب الشقه ويجيبوا لي نسيب. وانا خلاص مش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه اركز في شغلي. تليفونات على رسائل، بنحبك يا صدفه، بنموت فيك يا صدفه، ما هي الكاريزما بردك مش ببلاش، يعني اعمل ايه؟ فخلاص بقى قلت خلاص امرك لله يا صدفه، اتعايشي بقى مع الامر الواقع، مش لاقيه حل. انت بردك اموره وحاسه بيا صح؟ وات
يخرب بيتك وسايباني قاعده فضفضلك وانت معاك بالكلام وانت اصلا مش فاهماني. مش مهم، المهم انتوا فاهمين. صدفه. ايوه يا نسبتي صدفه. ايوه ايوه حبيبتي، خلصتوا الكشف؟ فين الروشته يا دكتور؟ اه صح، برافو عليك سنيا. شفتي بقى عشان تعرفي انك من غيري تتبهدلي، اديكي كنت ناسيه الروشته، ولو ما خدتيش العلاج كان ممكن يجي لك ننح. ننح يركبك. انا هبقى كويسه قوي من غيرك، بس انتي اللي مطلعه عيني. بقولك ايه، انا مش قلت لك ما تكلميش مع حد؟ وانا مالي؟ الولايه الاجنبيه اللي قعدت تسرسبني وتدحلبني في الكلام وقالت لي احكي لي قصتك، شكل قصتك كده مشوكه. مشوكه؟ مين اللي هيموت نفسه عليك انتي ده؟ مين دول؟ رجب ومتولي. انسي تم كانوا يقتلوا بعض في قلب شقتك صح؟ اه انتوا الثلاثه عرر شبه بعض. يلا 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 الكلبلة انت وهم. هدي نفسك بس كده، مش عايزاك تتعصبوا. في واحدة تبقى لابسة فستان حلو كده وقمر وتعمل كده. بجد؟ يا لهوي، ده الفستان ياكل منك حتة. شوف جبتك ازاي. بس البرنيطة دي جميلة، ما تجيبي لي واحدة. لا والنبي، انا بس اللي البس برانيت عشان قمر. صدفة. صدفة. ايوة صدفة. يوم انا جيت اهو. هاتي تشت. ايه دي حلت محشي؟ ليه؟ انا مش قايله لك مفيش محشي، مفيش زبده، مفيش سمنه، مفيش اي حاجه. ما هو مفيش ليكي بس في ليا، دي بتاعتي انا. لا لا، اعملي شويه على قدك، انت عامله تشت. مش معقوله كده. ما ده على قدي. في ايه؟ ايه ده؟ ايه ايه هو ده اللي انت عامله؟ دي سنيت بطاطس بقى باللية. يا ليا ليا. يعني ايه ليا؟ مين؟ مش ليت حد، ليا انا. ليا انا. لا لا، ما تعمليش الحاجات دي عندي، انا مش عايزه طبيخ في بيتي خالص. ما ناكل ايه؟ اوووو اوووو ايه الريحه دي؟ كنت متاكده ان دي ريحتها هتجيلك من اخر الدنيا. دي حته رنجايه بقى شوحتها في الفرن كده وفطرت بيه، بس لو نفسك فيها فاضل حته من الديل مع حته بطرخ. مفيش حاجه اسمها رنجه ولا اي حاجه ولا بطروخ ولا حاجه، انت فاهمه ولا لا؟ تنضفي المكان ده هو وتغسليه وتصبنيه، انت فاهمه؟ حاضر حاضر. التلاجه وده وده حاضر. كل حاجه حاضر. الفرن. صدفه. التراب اللي في السجاده ده. تراب؟ اه. اغسلي السجاده دي. حاضر. لا اغسلي كل السجاجيد. كل السجاجيد؟ ايوه. حاضر. يا قطمه ظهرك يا صدفه من عيني. وده طبعا بعد ما كنا انا روقت الدولاب اللي انت جبته لي فوقيه على تحتيه. او نسيت، ده طبعا لازم الاول اكون انا نظفت الثلاجه. عشان ازاي يبقى في حله في الثلاجه؟ الثلاجه دي معموله عشان يبقى فيها المظات. ونسيت لازم كمان ان انا انظف بوتاجاز عشان فرن البوتاجاز لازم يبقى نظيف. والطاقيه بتاعتك لازم امسك الطاقيه وارجعها مكان وحته حته انضفها عشان هنتف في حاجه ثانيه. ما لاقيش ترابه في البيت من هنا ورايح. حاضر، ممكن افتح بقى الباب؟ انت يعني فاكره ان انا عاميه يعني ما بشوفش؟ خلاص لا بعد الشر عليك، ما تقوليش على نفسك كده. امال انا ايه بشوف؟ انت ست الناس كلها، افتح بقى الباب. لا انا اللي هفتحه. اتفضلي خشي. حاضر. وانت عايز تتجوزها يا رجب؟ ايوه ان شاء الله. يعني انت عارف انت بتعمل في نفسك ايه يا رجب؟ عارف عارف كل يعني حاجة. انتوا الاثنين متفقين مش كده؟ واضح كده يعني. لا والله ده انا يعني انا مكسوفه قوي. انت مكسوفه؟ ايوه. انت حلوفه. لا والله انا بنته كسوفه، وبعدين احنا مش متفقين ولا حاجه. ده انت فاجئتني يا رجب والله. والله وانا بتكسف زيها يعني، وانا تحت امرك في اي حاجه فريده هانم، يعني اللي تطلبوه انا عينيا ليكوا. طيب يعني انتوا بقى متفقين مع بعض، طيب ناويين على ايه؟ يعني اللي حضرتك تشوفيه واللي تقوله لنا احنا هنعمله يعني ان شاء الله. وهو يعني مرتبه حلو والدنيا معاه جميله ان شاء الله. لا هو مرتبه مش هيقضي حلل المحشي اللي انت هتاكليها كل شويه والرنجه اللي انت بتشويها كل شويه، مش ممكن هتقضيه. ليه كده؟ ليه تكسفيني قدام عريسي؟ وبعدين محشي ايه ورنجه ايه؟ ده انا من ساعه ما دخلت بيتك ده وانا خسيت النص، واصلا انا عامله دايت الكيتو. كيتو؟ بس مش كيتو، اسمه كيتو دايت. انا عارفه على فكره ومش جاهله، الكيتو ده بتاعك انتوا، انا عامله دايت مخصوص ليا. الكيتو ده يعني ان انا اكل كل الاكل، واللي يقول لي ما تاكليش ابقى انا كيتو. ضحكت. يا شوف يعني انت موافقه ما دام ضحكت يا حبيبتي؟ لا ما انا ضحكت، ده انا موافقه. انا مالي في ايه؟ انا لسه ما قلتش شروطي.
انت عندك شروط انت؟ اه طبعا. ايه ان شاء الله شروطك دي؟ انا هدفع مهر 5000 جنيه وحضرتك تحضري الشقه اللي فوق السطوح من كافة شيه. طب امشي اطلع بره بقى. ليه ليه بس كده؟ امشي اطلع بره، ما حدش يطلب حد كده ولا طلبات بالطريقه دي. انت فاكر روحك ايه؟ تكيه؟ كويس. معلش انا اسف. معلش هيعيد الكلام تاني، اطلب كويس يا راجل. عايز ايه؟ كافة شيء. انا عايز كافة. يعني ايه كافة شيء؟ يعني اولا كده الاجهزه الكهربائيه كلها عليك ان شاء الله تتكهربوا انتوا الاثنين. ها اوضه النوم ليا فيها سبيشال ريكويست، يعني متطلبات خاصه. يعني ايه هي ان شاء الله؟ اولا السرير عرضه 160. لا ثانيه واحده. ايه يا ابني بتعمل ايه؟ ربع. بصي خليه 500، خلي العرض 500، لو في حاجه زياده هبقى اعملها للنونه. نونه تعملت ايه؟ وانا كمان عايزه حاجات. انت يعني لازم بقى تجهزيني زي كل ام ما بتجهز بتاع، عشان انت مقصره في حقي قوي. انا مقصره في حقك؟ انا عايزه يا اكله يا نكاره. انا عايزه 67 مدايه و67 فوطه و67 كوفرته. ليه هتبقيهم؟ لا ده ليا انا عشان استخدمه، وغير طبعا طقم الخشاف وطقم الجيلي، وعايزه مكنه الايس كريم عشان ما اقدرش اعيش من غيرها. طب ايه رايكم بقى ان انا موافقه؟ احلفي بالله. والله العظيم موافقه بجد. يا رجب وافقت، يا رجب وافقت، يا رجب وافقت، يا رجب وافقت، يا رجب. ربي يخليك ليا، اروح اعمل الشربات على طول واجي. تعال استني. وافقت يا رجب. يخرب بيت عبطك. مالي حساب ارتباك وبحالة مش عادية، عقلي اتجنن معاك مش عارفة اللي فيا، قوم فض الاشتباك او خف عنك شوية، انا واقعة في جبل، انا نفسي اطير، فرحانة جدا ودايبة وبغير، حس بسعادة وده احساس خطير. ايه ده ايه ده ايه ده؟ السلام عليكم. انت كنت فين يا صدفة؟ وايه اللي انت عبناه في نفسك ده؟ يا حبيبتي صدفة بقت عروسة، أنا جهزتها هي ورجب وجوزتهم وقاعدين فوق السطوح. مبروك. بجد ألف ألف مبروك يا صدفة، والله فرحت لك. بس أنا برضو زعلانة منك، يعني هي العروسة تقعد كده ما تردش على الناس وتختفي منهم وتقعد أكتر من كده كمان؟ عروس عروس، عقبالك بقى يا أنسة شيرين كده، ما ربنا ينفخ في صورتك إن شاء الله وتتجهزي جهازي. هو جهاز باين يعني. مالها أدائها عامل كده ليه؟ شفتي من ساعة ما بقيت عروسة بتتكلم كده خالص. عروسة كسوفة. ننوسة. بكرة تبقي منحوسة. لا أنا مش عايزة أتجوز يا حبيبتي. أنت بتقولي فيها ده شيرين العرسان كانوا عليها أمم كده في السجن. أه والله يا زيتي. ليه هي كانت مسجونة في عنبر الرجالة؟ لا أمال السجينات كانوا بيجيبوا لها عرسان تبعهم. لا ما عجبكيش أي حد هناك؟ يعني كانت البشله في بوشه كبيره شويه. بقول لك ايه يا فريده هاني؟ قولي يا حبيبتي. انا امبارح حلمت حلم كده، وفي حاجه كده جت قالت لي حاجه في دماغي، فعايزاكي تحلفي بالله انك تقولي لي الحقيقه. والله هقول لك الحقيقه. قولي. هو انت مش مفتحه؟ انت مجنونه يا ست انت؟ يعني هخبي عليكي ليه لو انا مفتحه؟ هي متصوره ان انا مفتحه ومراقباها عشان ايه يعني؟ في ايه؟ ليه كده يا صدفه؟ عشان كل الابطال في الافلام بيعملوا كده، زي فيلم الشموع السوداء، ها؟ الاستاذ صالح سليم وانت سيد العارفين طبعا. فاكره في الفيلم لما عمل نفسه ان هو لسه ما فتحش لحد ما شاف الوليه وهي بتقتل الراجل؟ هي كمان عامله كده عشان تكشف بقيه ابطال الفيلم اللي هم احنا، عشان تشوفني بقى بسرقها ولا منهبها ولا بعمل فيها ايه، فانا هموت واعرف الحقيقه. ورحمة البعيدة أمك أنا مش شايفاك. طب دول كام؟ 5. شفتوا؟ شفتوا عشان أقول لكم. ما أنتِ تلاقيكي عملتي كده. حافظاني وفهماني. سلام عليكم. رجب. أوه ماي وايف. هازباند إيفري بادي. إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه التطور ده كله؟ بس في بنات قاعدة ما تعملش كده. الحمد لله فرفورة إنك مش شايفة اللي إحنا شايفينه. إيه في إيه؟ طاجن من فوق وتنوره من تحت. طاجن؟ حاطط طاجن على راسه؟ عامل تسريحه الطاجن اللي هي البنك دي. لابس جونيلا؟ الوان الجونيلا.